إذا صباح الخير، صباح الأنوار، وبداية موفقة، وبداية موفقة للجميع متتبعي قناة شوف تي في خلال هذا البث المباشر هذا الصباح من مدينة مراكش. يعني اليوم يعني التساؤل المطروح والتساؤل يعني كل المغاربة يتسألوا على المتضررين جراء زلزال الحوز، وهذا هو السؤال المطروح بشكل كبير بطبيعة الحال متتبعينا في هذا البث المباشر في هذه اللحظات. يعني تنعرفوا احنا في على الابواب الشتاء، وكاين هذه الموجة البرد القارصة الان هذه الايام، واللي طرحت مجموعة ديال علامات استفهام كبيرة بخصوص مستقبل او حياة يعني الناس يعني اللي في اقليم الحوز وشيشاوة وتردد بصفة عامة. يعني احنا على بينا بانه هناك تحرك ديال مؤسسة محمد الخامس للتضامن، وكذلك القوافل الطبية لتقديم المساعدات الاستعجالية لهاد الناس المتضررين جراء زلزال الحوز، بالاضافة انه كان هناك حملات قدروا نقولوا حملة طفيفة للمغاربة من اجل مساعدة المتضررين جراء زلزال الحوز. ولكن اليوم حنا نتحدثوا على يعني المشكل التي يعاني منه هذوك الناس يعني اللي في الاقليم الحوز وشيشاوة وتردان بصفة خاصة، يعني كيف تتم تدبير الامور ديالهم في هذه الايام هذه، خصوصا كاين هذه الايام موجة برد قارصة جدا، واللي بالتالي تدفع العالم استفهام كبيرة بخصوص الحياة ديال هاد الناس هادو، وكيفاش هاد الناس هادو تيعيشوا هاد الأيام في ظل قلة المؤونة، يعني قلة المواد الغذائية وقلة الأغذية وقلة الملابس، وداخل يعني كما تنقولوا الخيم يعني في أعالي الجبال. هذا هو السؤال المطروح متتبعينا. يعني تناقلت بعض الأخبار عبر مواقع التواصل الاجتماعي انه مؤسسة محمد الخامس للتضامن يعني تحركت باش انه يتم توزيع بعض المساعدات على الناس في اعالي الجبال في بعض المناطق، كذلك يعني انه المندوبيات او وزارة الصحة تحركت دورها من خلال يعني القوافل الطبية استعجالية اتجاه هاد الناس في اعالي الجبال بين الفينة والاخرى كما تنقولوا. مرة تنسمع بأنه كاينة يعني المساعدة، يعني بعض الجمعيات تجمعات باش أنها توجه المساعدة يعني لهاد الناس اللي في أعالي الجبال، ولكن تنعرفوا بأنه المناطق اللي تضررت وتضررت بشكل كبير سواء في إقليم شيشاوة أو إقليم الحوز أو تردنت، يعني خصوصا مازال عملية كما تقولوا عملية الإحصاء من أجل إعادة الإعمار متواصلة، وبالتالي المجهودات يعني للسلطات الإقليمية أو السلطات يعني على مستوى جميع هذه الأقاليم هذه، يعني تدي واحد المجهود كبير باش أنه يتم إعادة هدم أو ردم أو إنزال المنازل المتضررة بشكل كبير. فبالتالي يعني الفترة تكون طويلة وطويلة جدا على هاد الناس هذو على مستوى هاد الجبال هذو. فالسؤال مطروح كيف يعني سيتم مساعدة هاد المتضررين إلى حين إعادة الإعمار أو الإسكان ديال في المنازل ديالهم. متتبعي قناة شوف تي في، يعني الأمس تابعتوا معنا في المركب ديال دوار الظلام قاعة سيدي بن علي، وكذلك قاعة 20 غشت وغيرها من القاعات، يعني كما تنقولوا التريتور الممول الحفلات اللي يعني اللي خدا يعني كانت هناك اتفاقيه مع السلطه الاقليميه باش انه يتم تزويد هذا المتضرر على مستوى القاعات الكبرى بالمواد الغذائيه. توقفت يعني يعني بعد مرور 3 اشهر ما بقاش هذه المساعدات تتقدم لهاد الناس هذو في هاد القاعات المغطاه. يعني اغلب المتضررين لقاو نفسهم يعني وتابعتوا معنا في بث مباشر يعني الاحتجاجات ويعني التساؤلات المطروحه، يعني علاش تم وقف هذه المساعدات، حتى انه
ميمكنش انه يعني يرجعوا للمنازل ديالهم، لان المنازل ديالهم متضرره واغلبيتهم منازلهم تم هدمها من طرف السلطات. وبالتالي يعني وتتسالوا كذلك على الوضعيه ديال الملفات، معالجه الملفات ديالهم من طرف المقاطعات والسلطات باش انه تسريع الاستفاده من المنحه المخصصه لاعاده الاعمار. فمجموعه ديال التساؤلات، حنا كندويو على الاستقرار، كندويو على الوضعيه الاجتماعيه اللي هادي يعاني وهاد الناس هادو. وبالتالي يعني تطرح علامات استفهام كيف يتم معالجه هاد الملفات وتسريع في معالجه هاد الملفات وال يعني والاستفاده، خصوصا انه دائما نسمع على اللسان ديالهم بانه بعض اشخاص استفدوا، يعني اشخاص اللي كانوا بالقرب منهم استفدوا وهم ما استفدوش. يعني كل اسئله واسئله مطروحه كانت الباء امس في هذا البث المباشر، يعني كما تابعتوا معنا الناس اللي ديورهم نزلت الارض، يعني تم هدمها من طرف السلطات ولكن ما استفدوش كغيرهم من الجيران ديالهم، الناس اللي قرب لهم ما استفدوش من المنحه يعني المساعده الاستعجاليه، وما استفدوش كذلك من المنحه ديال اعاده الاعمار اللي على اشطر كما هو معلوم متتبعينا. فاليوم يعني السؤال يعني مهم وسؤال كبير، وفي غياب التواصل او يعني ديال السلطات الاقليميه او يعني كما تنقولوا يعني انه الدور ديال الاعلام، الدور ديالنا حنايا باش اننا نقربوا يعني المواطنين بصفه عامه من العمل اللي تيقوموا به السلطات، في حال يعني هناك كان تحرك على مستوى هاد الاقاليم، اقليم الحوز او شيشاوه او تارودان، فيعني تنشوفوا بانه كان صمت كبير. بالتالي ما عرفناش الوضعيه، لانه في واحد اللحظه الكل كان يساعد الناس المتضررين، وشفنا ما شاء الله هذيك يعني الصوره المثاليه اللي كانوا عطوها المغاربه في تقديم المساعدات على مستوى يعني الجبال، اعالي الجبال في الحوز وشيشاوه وتارودان، ما شاء الله يعني عطينا واحد الدرس، درس كبير، وعطينا درس ديال التضامن اللي قدموه المغاربه باش انهم يوصلوا المساعدات للمتضررين، المواد الغذائيه وكذلك الالبسه واغطيه وخيم باش انه يتم ايواء هاد الناس في اسرع وقت. ولكن للاسف يعني كاين الان سكوت، خصوصا في ظل يعني هاد الوقت هذه اللي هي اصعب المراحل، يعني اصعب مرحله ممكن تحدثوا عليها هي هاد المرحله هذه، يعني شهر دجنبير ويعني اكتوبر ودجنبير ويعني ويناير، حنا على مشارف كما تنقولوا السمين بهاد العباره هذه، يعني احنا على مشارف كما تنقولوا الايام البارده القاسيه البارده، يعني السمين يعني كيفاش هذه تم تدبير هذا الوقت هذه، وكيفاش تم تدبير هذه المرحله، لانه ماشي سهل. حنا تندويو على اعاده الاعمار، نعاودوا على اعاده هدم وردم واعاده اعمار اللي تتطلب سنوات. وبالتالي يعني ربما حتى دوك الناس اللي في اعالي الجبال كما تنقولوا الفو ولفوا هذا الحال هذا، ولكن حنا تندويو على المساله الصحيه، يعني باش اننا ما يكونش هناك اوبئه في صفوف الناس اللي في المخيمات ديال الحوز يعني ولا شيشاوه وتارودات. حتى ندويو على المراقبه الصحيه، كما تنتمناوش ان نوليو في افه صحيه ما بين هاد الناس هادو ديال اعالي الجبال، ما تنتمناوش اننا نشوفوا انه الخصاص يلحقهم الخصاص بخصوص هذا يعني هاد الفتره، هذه الفتره الصعيبه والصعيبه جدا من مرحلة إعادة الإعمار. فبالتالي تساؤلات كلها مطروحة، وخص يعني لهنا تنتسألوا يعني بخصوص هذه المسألة هذه متتبعينا من خلال هذا المباشر، يعني هل سيكون هناك تحرك للجمعيات من أجل مساعدة من جديد مساعدة يعني فينا هما ذاك الشتاء دافئ، حتى ندويو على يعني الحملات ديال الشتاء دافئ، تقديم المساعدات لهاد الوليدات الابناء ديال هاد المتضررين والعائلات، فينا مرقوه في الطبيه باش اننا نحاولوا نقلصوا
من يعني من هاد الضرر التي يعيشوا هاد الناس هادو. كل هي اسئله واسئله مطروحه. الحقيقه دائما كاين اللي خصنا اننا نقربوا من دوك الناس، يعني خصنا ان العوده من جديد يعني صوب نحو هذوك الناس، يعني خصنا نمشيو حتى لعندهم باش نعاود نقربكم من جديد من هذا الحال والاحوال ديال هاد الناس هادو بصفه عامه. تنتمنى انه تكون الرساله وصلت من خلال هذا البث المباشر. ما خليش نشكركم، شكرا لكم على حسن المتابعه. الى مباشر ان شاء الله اخر على قناه شوفتوكم.